عبد الحمو، ساكن بمدينة جرارة، نيميرو ديال لاكارت ناسيونال 18188. أنايا كنت كنخدم في القوة المسلحة الملكية واحد المدة ديال 8 سنوات اللي ضربتها في الصحراء، وحاليا راه معطي ليا البطاقة ديال المحارب القديم ومكنشد حتى درهم، وراه المرأة ديالي مدة 5 سنين ولا 6 هي كتعالج، كانت كتعالج على الأعصاب وعندها ديفو في العقل ديالها، ومؤخرا هذه واحد المدة ديال 3 شهور ولا 4 راه ماتلها النص كاع، وراني أنا اللي مقابلها، أنا اللي كنبدلها ليكوش، وأنا اللي مكلف بيها، وأنا اللي كنصرف عليها، وأنا يا راه في عمري 61 سنة ما كنصورش حتى درهم. نهار اللي كنا بصحتنا كنا كنخدمو في مدينة جرادة ونحفرو الحواسة ونجبدو الشربون وناكلو ونشربو، اليوم كبرنا ما بقات لنا صحة، راكم كتشوفوا حتى انا فين راني ساكن، وراه حتى انا عندي 2 وليدات امهم راها مريضه، وعندي الولد الكبير، عندي ولد وبنت، عندي الولد الكبير حتى هو مريض الاعصاب، راني كنت ديتو للنظريه يلا خرجوا علي واحد كان الجور، ولا كان وجه واحد الرساله مفتوحه الى قائد الاعلى للقوه المسلحه الملكيه صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، يشوف الحالة ديالي أنا، راني حتى أنا ضربت 2 سنين في الصحراء، وراني الجدارات بجوج دزت فيهم، راني كنت كنضرب البلاينة على 600 صبا، واليوم راكم كتشوفوا الحالة ديالي، كي راني عايش مع هاد المريض، وكنطلب من المحسنين يعاونوني في وجه هاد المريض، راها كتشوفوا الحالة ديالي، راه ما عندي باش نوقف معاها، راه كلشي كنديرو غير أنا، راه كنصبن أنا ونبدل لها ونصبن لها الحوف، وراها هاكا مسكينة 24 ساعة 24 ساعة، وراها طايبة من الدار، ما عندي باش نشري لها لا ناموسية لا والو، لا حنين لا رحيم، وراني النهار كامل وانا كنجري مع العمالة باش يقيدوني غير فيك المعاونة ديال الشهر ديال سيدنا رمضان، وفين ما نمشي كيقول لي ماشي انا هو المعني بالامر،